أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا الفقرة الثانية متحدي الإعاقة. ونرحب بضيوفنا في الفقرة الثانية، الأستاذة سلوى عبد التواب، سفيرة السلام عن جمعية الصبي المجاهد للتنمية الاجتماعية ومستشار التحكيم الدولي. أهلا بحضرتك. ومعنا الأستاذة نجلاء عقبة، عضو مؤسسة صندوق تحيا مصر. أهلا بحضرتك. ومعنا الأستاذ محمد عبد السلام عقبة، متحدي من متحدي الإعاقة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا، نورتونا في الفقرة الثانية من برنامج قضايا وأسرة. أستاذة سلوى، حضرتك من خلال دورك كعضو في الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية عن أمانة المرأة، فما هي أبرز الخدمات والدعم اللي بتقومي بيه بالنسبة لمتحدي الإعاقة وبالنسبة للمرأة؟ بالنسبة للاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، ده داعم للمرأة من خلاله، عن خلال المؤسسة ومن خلال دور السفير محمد صبر الموافي. ده بدعم جدا للشباب وللمرأة، ومن خلاله بنقدر ان احنا عن طريق المؤسسات بنقدر ان احنا ندعم المرأة من خلال زي المرأة اللي هي المهمشة، بنعمل لها دعم وعمل تطوعي من رجال الأعمال، نقدر نساعدها ونقدم لها خدمات. بتقدروا تقدموا خدمات للغريمات؟ والغريمات بنقدر ان احنا برضو رجال الاعمال والجمعيات الخيريه والمؤسسات بنقدر ان احنا نساهم في ان احنا نفك اسر هذه، نفك دقيقتهم يعني، ونروح نساعدهم. وبالنسبه للمراه المهمشه برضو من خلال، او المراه اللي هي الارامل اللي ما بتقدرش تعين نفسها ولا تقدر على ظروف المعيشه، من خلال اللي هي المشروعات الخيريه ومن خلال المشروعات الصغيرة بنقدر نوفر لها فرص عمل، ان هي من خلالها تقدر تعين وتشتغل وتساعد ان هي تصرف او تنفق على أولها. طب من خلال الجمعية دي لكم دور في العلاج النفسي للأطفال او الفتيات اللي بيتعرضوا لجرائم التحرش؟ ايوه، فيه، وبنعمل ندوات وبنعمل ندوات تثقيفية، وبنجيب دكاترة وبنساهم كمان في العلاج، ويعني بكافة الطرق اللي بنقدر نستطيع ان احنا نساعد فيها يعني. الأستاذة نجلاء، حضرتك بما أنك عضو بهيئة المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان، إيه أهم الخدمات اللي بيقدمها المجلس لمتحدي الإعاقة؟ بما أن النهاردة الفقرة بتاعتنا بتتكلم عن متحدي الإعاقة، تمام. بنساعد في عمليات، لو في عمليات ولا حاجة لمتحدي الإعاقة، لو في أطراف ولا حاجة ناقصة ومحتاجينها، بنكمل ده من خلال الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الخيرية، تمام. زائد ده وده، يعني إن أنا شايفة إن أنا بشوف حاجات متميزة. طيب، هو أو شباب الإعاقة متميزين طبعا ده تعيق النجاح. تمام. أنا بس حابين، إحنا معنا الأستاذ محمد عبد السلام عقبة من متحدي الإعاقة. طبعا حضرتك كنموذج لمتحدي الإعاقة، إيه عايز تقول إيه للنماذج اللي حضرتك مثيل ليهم؟ أولا أنا بشكر القادة السياسي وعلى رأسهم الأب الفاضل السيد رئيس أستاذ محمد الجمهورية. هو الإعاقة هي إعاقة ذهنية ولا إعاقة جسدية بالنسبة عامة يعني؟ في ذهني وفي حركي. لا، انا اقصد ان الاعاقه المفروض ما تكونش اعاقه، يعني احنا ما نبصش للمعاق على انه معاق جسديا، الاعاقه المفروض هي اعاقه ذهنيه. نعم. وبخدم ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب حضرتك ممكن تقول لنا كلمه اخيره؟ نعم. عايز تقولها وتوجهها. انا بشكر القاده السياسيه وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامهم لذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكر ذوي الاحتياجات الخاصة. واحنا كمان بنشكرك وبنرحب بضيوفنا للمرة التانية، وللأسف الوقت كان ضيق وكنا نتمنى ان انتوا تكونوا معنا اكتر من كده. وبنشكر الأستاذة سلوى، شكرا، والأستاذة نجلاء، والأستاذ محمد، ونتمنى ان انتوا تشاركونا في لقاء اخر من برنامج قضايا وأسرار. شكرا لكم.